إن شاء الله يا رب نهار مبارك ويوم كله فرح ومليان بنعمة ربنا وبركته. اليوم عندنا موضوع شوي صعب وزخم، وإن شاء الله الروح القدس بيعطينا النعمة إنه نفوت في هالموضوع وندخل فيه ونقدر شوي على الأقل نحكي عنه أو نجاوب على هالسؤال. صراحة في أحد من الأصدقاء سألني سيستر حاولي جاوبينا على سؤال أو تشرحينا عنه، كيف الإنسان بيقدر يحمل صليبه بفرح؟ سؤال كتير صعب وسؤال كتير مهم وإجابته مش سهلة، لأنه اللي بده يقعد يجاوب على السؤال هذا بده يقعد ينظر ويقول اعمل هيك واعمل هيك، وهذا الحكي شوي صعب خاصة لناس مرقوا بأوجاع وبدوا يفهموا شو معنى إنه الإنسان يكون موجوع، شو معنى الإنسان يكون عنده صليب تقيل، وشو معنى إنه يمرق هالتجربة ويرجع أحسن من أول. خلينا نصلي علشان نفوت في هالسؤال ونقدر نعرف شو يعني الصليب وشو يعني الفرح، شو قصده بيحمل صليبك بفرح. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. إحنا بنعرف لما بنقول صليب أو حدا بيطلع له حتى هدية صليب أو بيطلع له في أي محل صليب بخاف، لأنه يعني صليب وبالنسبة لنا إحنا مرات بيكون وجع كثير. بنسمع خلينا من نوع الفكاهة والدعابة، مش من إشي، كثير مرات بنسمع ستات بقول لهم جوزي صليبي. كل إنسان في حياته صليب، وكل إنسان عنده تجربة، وكل إنسان معرض ل خلينا نقول أخطار في الدنيا. وزي ما شرحنا هذيك المرة وقلنا إنه الحب بين الله والشيطان، سوري، بين الله والإنسان، دخل الشيطان وخرب الدنيا. فالشيطان دائما بيحاول يوصل في محلات كثيرة إنه يخرب على الإنسان ويهده، وهذا الإشي بيعمل كل ما فيه علشان يفرق ما بين ربنا وما بين الإنسان، وبيعمل يعني عنده أساليبه كثير. إحنا دائما نقول إنه الشيطان شاطر، وكلمة شاطر هي معناها شيطان. خلينا نشوف اليوم مين هالشخصية اللي بدها تجسد لنا معنى حمل الصليب بفرح. راح نفوت معها بأشياء شوي شوي ونقدر نشوف كيف ربنا بيساعدنا من خلال هالتجربة إنه ننمى ونكبر، إنه نعرفه ونحبه، إنه نشكر. أول إشي بدنا نعمله بدنا نعرف نشوف بدي أحمل صليبي، ما هو الصليب؟ وبفرح. أوكي؟ هلا الفرح، خلينا نبدأ بالفرح عشان ما نش دائما نضل ماشيين بالصلبان. أنا بحب المثلثات، عندي عقدة المثلثات. من أنا صغير كنت أضل أرسم مثلثات. الفرح هو مثلث كمان. شو يعني فرح؟ شو يعني أحمل صليبي بفرح؟ شو يعني أضل ماشي مبسوطة وأضحك ولا إشي بيهمني ويلا فرحانة أنا؟ لا لا. الفرح هو عبارة عن الشكر، هو عبارة عن الحمد، وهو عبارة عن التسبيح. حتى لو كنت بعاني من أكثر الأشياء اللي بتوجعني واللي أنا فاقدها واللي أنا يعني موجوعة فيها، لازم أكون فرحانة، وأكون فرحانة معناه إني أشكر ربنا، أحمده وأسبحه، أشكره على اللي أنا فيه، أحمده على كل عطاياه وكل اللي هو عم بيعمله من أجلي واللي أنا بعرفه واللي أنا ما بعرفه، وكمان أسبحه لأنه هو إله عظيم وهو اللي بدير باله علي زي ما بدير باله على كل
شيء في هالدنيا. فالفرح هو عبارة عن إني أشكر ربنا على إني أحمده وعلى إني أسبحه في كل شيء أنا بتعرض له بحياتي. ماشي؟ هلا خلينا نروح نشوف إيش هو الصليب. الصليب ممكن يكون مرض. والمرض عندنا ممكن يكون نفسي، ممكن يكون روحي، ممكن يكون جسدي، وممكن يكون عندنا خسارة المال. ممكن أكون أنا وصلت لضيقة مادية مخيفة، أو ممكن أكون خسرت كل ما أملك. وفي أنواع من المرض كمان اللي هو اللي كثير احنا بنمرق فيه، اللي هو صليب كبير، عدم الإنجاب. في ناس ما عندهم أولاد، هذا بالنسبة لهم صليب كبير ومخيف. في عندنا كمان الكرامة أو موقعي بين الناس، وضعي بين الناس، كيف الناس بتنظر لي، كيف الناس بتطلع فيي. في ناس كثير مرذولين، وفي كثير ناس مهمشين، وفي كثير ناس ما حدا بيطلع فيهم وما حدا بيحترمهم، وهذا بالنسبة لهم بيكون صليب كبير. فإذا بنطلع على كل شيء بنلاقي إنه كل هالصلبان هاي هي عبارة عن شغلات مادية أرضية. في ناس بتعرضوا لحروبات شيطانية أو بيوصلوا لمراحل الشيطان بيأسر روحهم، فبيكون عندهم كمان صليب شوي صعب. في ناس عندهم أمراض نفسية كثيرة، وبرضه الوضع هذا بيكون برضه صعب. والجسدي احنا بنعرفه، مرات الإنسان بيكون معاق جسدياً، بيقدرش يتحرك، بيقدرش يمشي، ممكن يكون إنه صار عنده شلل كامل، ممكن إنه يولد بإعاقة. يعني أنا ليش أفصل أكثر عشان ما أوجعش قلبكم، لا بس إنه يعني هذا هو الصليب عادة إحنا، وكل إنسان عنده هالصليب هذا بقدر إمكان الإمكانية اللي هو يفهمه، وبالقدر الإمكانية اللي هو قادر يحمله. يعني ربنا ما بيعطي الإنسان أكثر مما هو بيقدر يحمل، وأكثر مما هو بيقدر يفهم ويستوعب. هيك الوضع تبع الإنسان هذا، وهيك بيكون تجربته أو بيكون وضعه. فما بنقدر إحنا إنه نقول إنه يعني كثير الموضوع، لأن لا، كل إنسان صليبه على قده. وقديش بنعرف قصص إنه في واحد بدوش صليبه وصار يصلي لربنا، لما لف وشاف صلبان الآخرين قال لك لا صليبي منيح وكثر خيرك يا رب وأخذه. ففي الحالات هاي كلها احنا كيف بدنا نمضي الاشياء هاي بالفرح هذا؟ كيف انا بقدر اعيش اني اكون اعمى ما اشوفش ولا شيء، هقعد ما فيش حياه خارجيه، ما استمتعش باي شيء من اللي خلقه ربنا؟ كيف ممكن اكون انا ما اسمعش ولا صوت ولا شغله ولا عمله؟ كيف ما اقدرش اعبر عن حالي؟ كيف ممكن اكون مصاب بسرطان وموجوع وعارف اخرتي بدي اموت؟ كيف ممكن أكون هالقد يتيم لحالي في العالم فيش حد حوالي؟ ممكن كيف ممكن أكون أنا كمان في عيلة مفككة فيش أب فيش أم أو موجودين وفي شيء أي اتفاق؟ كيف ممكن أكون في وضع ما حدا بيحبني، ما حدا بيحترمني، لحالي وحيدة؟ كيف ممكن أكون في وضع كمان إنه أنا حبيت حد والحد ما بده يعني، أو مش قادر يكون معاي، أو عملني بطريقة كثير سيئة؟ كلها هاي أوجاع موجودة داخليا جوانا، وجع بيوصل لقمة اللي خلينا نقول بالقلب، للقمة اللي احنا نقدر نحس فيها كمان بتحرك القلب من كثر الوجع. احيانا في ناس بتنوجع لدرجة انها بتحس انه قلبها بمحله عم بيتحرك، وفي ناس وجعها بيكون اعمق من هيك، بتوصل تقول لك حتى احشائي بتوجعني من هالوجع كله. أنا كيف أنا بدي أنوجع كل هالوجع هذا وأمر أكون واحدة من الناس هاي في كل المناطق هاي، وأقدر بلحظة إني أقول بفرح شكرا يا رب، شكرا ويا رب أحمده
شكرا يا رب وسبحوا. في هنا كمان شغله مهمه نسيتها وهي مهمه جدا، الموت فقدان حد احنا بنحبه. في ناس بتوقف حياتهم عند النقطه هاي، خلص مات الشخص، حياتي كلها وقفت، ما فيش اي امل، راح مني حد، ما بقدرش اني انا اكمل طريقي، ما بقدر اعمل اي شيء. خلص في ناس بتنجن، في ناس ما بتقدرش تكمل، في ناس تتجه للمخدرات، تتجه للشرب، تتجه للشر، تتجه لاشياء كثيره. وهذا اللي بده اياه الشيطان، بده ايانا نختار الطريق العكسيه للفرح ولربنا الله اللي نحمده ونشكره ونسبحه على كل شيء بمر بحياتنا. خلينا ناخذ شخصيه هي صعبه كثير ودائما احنا ما بنقراها وما بندخلها لانها صعبه، صعب نفهمها حتى، لكن اليوم بدنا نحاول على قدر ما على قدر بساطتنا وعلى قدر ما ربنا بيعطينا انه احنا نحكي عن هالشخصيه عشان توصلنا كيف وليش ربنا بخلينا نبتلي بهالبلاء هذا وكيف نقدر انه نخرج منه بتجربه او بمعرفه او بدرجه روحيه اعلى مما كنا موجودين. واحنا بنقول بالعاميه اللي بيحبوا ربنا بجربه، ربنا بجربش غير خايفينه، هيك دائما احنا بنحكي. فلما نتجرب خلينا نكون قد التجربه هاي. زي ما قلنا نحفظ كويس، الفرح هو عباره عن الشكر، عباره عن الحمد، عباره عن التسبيح. والصليب دائما هو عباره عن اي خساره موجوده ودائما بتكون ارضيه. الخساره الوحيده اللي احنا ممكن نتضايق ولازم نزعل عنها الخساره الروحيه، لما انا بخسر علاقتي مع ربنا، لما بخسر ربنا. اي شيء ثاني بتعوض الا علاقتي مع ربنا، لانه لما بموت وانا ما عنديش علاقه مع ربنا ولا شيء ممكن يرجع لي، لانه انا هون وصلت عند المرحله اللي انا بدي اواجه اختياراتي واواجه انا شو عملت على الارض. دائما انا بفكر بقول يعني مرات بنقول انه الدنيا صعبه، بس هي زي اثنين تلاميذ في نفس الصف، واحد بيدرس وبيجتهد وبيكمل، وواحد بيقول لك طب انا فاهم، وبعدين بالنهايه لما بيجي الامتحان اللي درس واجتهد وعمل بروح مبسوط على البيت لانه نتيجته كانت كويسه لانه تعب، بينما الثاني اللي ضل يلتهي ويسوي ويقول بروح بنتيجه سيئه، واثنين وقفوا امام اختياراتهم. وهيك احنا دائما رح نوقف امام اختياراتنا. احنا مزبوط مرات بنمر الفتره هاي بامور كثير صعبه وكثير صعوبات، زي صليب الوباء، صليب المرض، صليب الحروب، صليب الفقر اللي احنا موجودين فيه حاليا، في شكل في البيت، في شيء مش عارف ايش. لكن لما انا بختار انه انا اكون مع ربنا احمده واشكره واسبحه، بعرف انه انا ربنا ما بيتركني ولا بيتخلى عني، وباي طريقه راح يدبر لي اموري. بينما لما انا بترك ربنا وبقول شو هالدنيا اللي عايشها وشو هالوباء وشو هالهاي، بالنهاية أنا بوصل للمرحلة اللي أنا بنزل فيها في الاكتئاب، بكتئب، بقول الدنيا مش نافعة، الوضع مش عارف إيش، وبسلم وانتهى أمري هون. هاي هي الخسارة، هذا هو الصليب الصح اللي هو كثير ثقيل، إني أنا أخسر ربنا وأخسر علاقتي مع ربنا. تعالوا نشوف هالشخصية هاي اللي هي بدها توصلنا كيف نقدر نفهم ليش ربنا بمرقنا بهالتجارب، وكيف نقدر نقول له شكرا ونتحمل حتى لو مرات قلنا ليش يا رب وليه بتعمل فينا هيك، نقدر نقول له شكرا بفرح ونحمده ونسبحه. خليكم مع المثلث الفرح هذا، راح احطه على زاويه علشان نقدر نعرف شو ممكن نوصل مع الفرح. لانه احنا صليب موجود موجود، واحنا زعلانين زعلانين، موجوعين موجوعين، ففي ايدنا الخيار، هل اني انا انوجع وانا عارف انه ربنا راح ينجيني من الحكي هذا، ولا اضل في المرحله اللي انا بقول فيها انه ربنا بعيد عني وانا شو ربنا هذا وهيك معي عمل فيه ولا الحكي هذا. هذا بدنا نشوف هالشخصيه هاي شو عملت مع ربنا وشو ربنا عمل فيها. بدنا نحط هون صليب المثلث الفرح اللي هو الشكر، الحمد والتسبيح.
راح نحط هون صليب بالنص، وراح نحكي اليوم عن شخصية شوي. فيها ناس قالوا لي اوف ثقيلة هاي الشخصية، هاي هي أيوب البار. أيوب، أيوب يعني احنا كلنا لما نضرب مثل في أي في الصبر بنقول صبر أيوب، والله صبرت عليه صبر أيوب، وصبرت عليه مش عارف ايش، وأكثر من أيوب صبرت عليه. لا لا، ما في حدا صبر زي أيوب، ولا حدا تحمل اللي قدر حدا يتحمله في العالم مثل أيوب. أيوب هو الصابر الثاني رقم 2، لأنه الصابر الأول هو الله سبحانه وتعالى. الله هو الصابر الأول. ليه؟ لأنه هو صابر علينا في كل إشي عم نعمله، مش عماله يعني بيطول باله على قدر الإمكان فين علينا، وماشي معنا بصبر مخيف في كل شيء. فالصابر الأول هو دائما الله. الصابر الثاني اللي هو أيوب البار، صابر صبر. بدنا نشوف اليوم شو وضعه، شو وضع أيوب اليوم. أول شيء عندنا ثلاث أجزاء بدنا نشوفها. عندنا أول شيء شو كانت مكانة أيوب بين الله والناس. بعدين صار عندنا الشق هذا، بدنا نشوف شو صارت مكانة أيوب بين الناس، بين الله والناس. الكتاب المقدس بيقول لنا، تعال نسمع شو صفات أيوب البار. الكتاب المقدس بيقول لك كان في رجل اسمه أيوب. شوفوا الصفة اللي الكتاب المقدس بيعطي إياها، كان الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. يعني هذا بشهادة الكتاب المقدس. هذا الشخص كان عنده 7 أولاد و3 بنات، 7 و3. كان عنده، الكتاب المقدس بيعطينا وصف شو كان عنده، من غنم، من آتان، من بقر، من غلمان، من غنى، من كل الأشياء هاي الموجودة. فبمرة بيجي هالشيطان بيدخل من بين بنو الله اللي هم الملائكة، فبيشوفوا ربنا بيقول له أنت شو بتعمل هون؟ من وين جاي؟ قال له أنا جاي من الجولان في الأرض. يعني الشيطان بيضل يجول في الأرض لغاية ما يوقع الناس كلها، وضل يضرب هون ويضرب هون ويضرب هون. فربنا بتفاخر في عبده أيوب بيقول له أنت شفت عبدي أيوب؟ قال له أنا شفته. قال له شفته قديش مستقيم وبار. تخيلوا لما ربنا بيشهد لإنسان، قال له آه شفته، بس هو بيعمل الحكي هذا كله لأنه أنت مسيج عليه. لو أنت مش مسيج عليه خليني أمد إيدي عليه وشوف شو بيعمل فيك. قال له مد إيدك عليه بس ما تلمسش نفسه. وهون بيجي الضربة، التجربة الأولى تبعت أيوب. أول شيء بيجي خادم من خدامه بيقول له إنه صار فيه، بيجي بيقول له السبئيون اللي هم قبيلة هاي بتغزم أجت ونزلت على كل البقر والأتان، الأتان اللي هم أنثى الحمار والغلمان، ودمرتهم، ما ضلش ولا حدا غير أنا عشان أجي أخبرك. فهي أول ضربة اللي هي البقر والأتان والغلمان. الضربة الثانية بعدها بيجي واحد بيقول له نزلت نار من السماء وأكلت كل المحاصيل وأكلت كل الغنم وأكلت كل الغنمان وما ضلش غير أنا. فإذا في عندنا هون الغنم والمحاصيل والغنمان. بيجي عليه الثالث بيقول له نزل، أجوا كمان الكلدانيين، ثلاث الكلدانيين أخذوا الجمال كلهم وقتلوا الغلمان كلهم طبعا وسحبوا حالهم وراحوا. بيجي شخص
الرابع شو بيقول له؟ بيقول له اجت ريح قوية وهدت البيت اللي كانوا اولادك قاعدين بياكلوا فيه، كل الاولاد كانوا مجتمعين هذاك اليوم وهدتوا وماتوا كلهم مع الغلمان اولاده مع الغلمان، وضليت انا لحالي علشان اجي اخبرك واقول لك. تخيلوا هاي الضربة الأولى، التجربة الأولى، يعني الزلمة خسر كل ماله، خسر كل حاله، خسر كل شيء، وخسر بعدين أولاده، مش واحد، احنا قلت لنا واحد أو اثنين وبننجم، خسر كل الأولاد السبعة، أولاد وثلاث بنات، خسرهم كلهم مع كل الغلمان، مع كل البقر والأتان والغنم وكل شيء كان موجود لأيوب. أيوب كان معروف في بلده انه هو الشيخ تبع المنطقه، اي حد اي حد عنده اي مشكله، اي حد عنده اي حاجه، اي ارمله، اي امراه، اي فقير، اي مسكين، اي شيء كان يلجا لايوب وايوب يعطيه. فكان ايوب لما يفوت على الساحه الشيوخ كلهم يقوموا، الاولاد كلهم ينحنوا، العالم كلها تتحرك حواليه لانه ايوب الشيخ البار مرق وموجود. فكان زلمه بتهزله الارض كل ما يمشي، وكان الكل يعترف فيه ويعترف بفضله، وياما كان فاتح بيوت، وياما كان فاتح محل اماكن للفقراء تيجي تاكل. فكان شخص دائما لهالدرجه مستقيم، لهالدرجه معطي، لهالدرجه بحب ربنا، لهالدرجه دائما بروح بيذبح ذبائح وبيقدم لربنا، وكان يروح يذبح ذبائح خاصه، يقول بدي اروح اليوم اذبح عن اولادي لعل واحد منهم اخطا واغضب ربنا. فكان يروح ويذبح عنه، ما خلى فقير، ما خلى امراه، ما خلى مظلوم، ما خلى محتاج، ما خلى اي حد الا كان السند تبعه، وكان الرجل اللي يوقف كل هالمواقف، كان دائما هو اللي يحكم والكل يسمعه، يعني كان رجل بمعنى الكلمه، كان رجل مالي مكانه، كان رجل في كل اهل منطقته هو الرجل الاول، وكان اللي يجي يزوره يعني ايوب البار يكون شيء من السماء نازل وجاي عليه على البيت يزوره. هذه هي شخصيه ايوب البار. فالشيطان انغاز منه وراح لربنا قال له اعطيني امد ايدي عليه، قال له مد ايدك، مد ايدك عليه، راح اخذ منه كل شيء كل شيء. تعالوا نشوف ايوب شو حكى لما اجوا كل غلمانه وقالوا له الحكي هذا كله. شوفوا ما اجمل كلمته. قال لهم: عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود. الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب مبارك. يعني زلمه ما وقف شو قال؟ الكل دانين عملوا فيي، السبئين عملوا فيي، النار عملت هيك، لا، شق ثيابه وقال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. يعني زلمة هون شكر الرب وحمده على كل شيء صار له برغم كل المأساة اللي حلت فيه. هاي التجربة الأولى لسه، برغم كل الأشياء اللي حلت فيه قالهم الرب أعطى والرب أخذ. اللي أحلى من هيك قالهم عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا سأعود، يعني كل الحاجات هاي حاجات مادية، حتى أولادي شغلات موجودة ربنا بيعطي غيرها، فهاي شغلات مادية، أنا جيت عريان وبرجع عريان، يعني اللي بتقاتل على المصاري واللي بتقاتل على كل النفوذ واللي بده كل شيء بده يعرف إنه حتى أيوب اللي كان أغنى أغنياء العالم عريانا خرج من بطن أمه وعريانا سيعود لبطن الأرض. عشو متعبوا، عشو بنعمل كل اللي بنعمله بالنهاية ما فيش، يعني لسه بموت بكورونا فيش حدا بروح معه، لحاله بروح. فعريانا خرجت من بطن أمي وعريانا سأعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. هاي أول ضربة ضرب فيها أيوب، وهذا أول جواب جاوبه أيوب اللي بدل على فرحه بالموضوع وتسبيحه وشكره لربنا واعطى المجد كله لربنا. شو بيجي الشيطان؟ بعاود برجع الشيطان واقف امام الله
بين بين الملائكة. بيقول له شو شفت عبدي أيوب؟ قال له آه شفته. قال له شفت كيف ما غلطش فيي؟ قال له ما هو لو أنت بتخليني أمسه هو شخصيا أكيد رح يجدف عليك. قال له مسه بس نفسه لا تقرب، ما تقتربش إلا. قال له ماشي. فبيجي أي شو اسمه، بيجي الشيطان وبيضرب أيوب بمرض اللي هو بصير عنده قروح في جسمه. هذه هي الضربة الثانية، بصير عنده قروح في الجسم. فشو بيعمل؟ شو بيعمل أيوب؟ بروح بأخذ مكان في بعيد برا البلد، بأخذ ليفة ناشفة، بصير الضلال الواحد بس يحك في جلده وين مكان، بصير يحك بتصير ريحته ناتينة. تخيلوا الإنسان هذا. فبيجي بقعد فوق على هالهاي، مرته معه ما ضلش ولا شيء، ولا مصاري ولا شيء، بقعد برا البلد، فيش عندهم حتى ياكلوا لا هو ولا مرته. فباخذ هالخرقه اللي كثير بتكون ناشفه، وبضل قاعد يفرق في حاله وين مكانه من القروح اللي صابته. والادهم ليك بصير يطلع من القروح دود، فلما تنزل الدود على الارض بروح بطولها بقول لها ارجعي يا مباركه محل ما كنتي. شو اكثر من هيك؟ كل شيء مرض مادي وارضي راح منه، اولاده كله الحين اجى جسمه لحمه وعظمه وجلده. تيجي مرته شو بتقول له؟ بتقول له بعدك قاعد هون وتحمد في ربنا ومش عارف ايش، انت شو اللي عملناه علشان ربنا يعاملنا بالاسلوب هذا؟ شو اللي عملناه مش عارف شو؟ وليش ربنا بيعمل هيك؟ وطول عمرك انت بتطعم، وطول عمرك بتدير بالك على الناس، وطول عمرك بتعمل الحكي هذا. فشوفوا جواب ايوب لمرته، بيقولها ايوب ما لك تتكلمين كلاما كاحدى الجاهلات. لما يعرف العذارى الجاهلات هذا قبل ايوب كمان زمان قبل. الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. وفي كل هذا لم يخطئ ايوب الى الله بشفتيه. مرته اجت تعذره زي ما احنا بنعرف يعني، وليش قاعد هلا بتحمد ربنا وبتشكره بفرح وبتسبحه وبتقول ربنا وربنا وربنا، وانت شايف احنا ما انت ما عملتش غير كل خير وكل شيء كويس للعالم، وكنت تسبحه وتحمده وتضل وتضل وتضل، وشوف شو عمل فيك لدرجه انه انت وصلت للمرحله هاي اللي منك بيطلع دود وقروح. قالها الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. بالفعل احنا قديش عمرنا فكرنا، قديش فكرنا بحياتنا انه ربنا بيدير باله علينا؟ امتى قلنا لربنا شكرا حتى على الاشياء السيئه اللي بتصير معنا؟ وامتى فكرنا وقلنا له مزبوط احنا صار معنا الاشياء هاي بس لانه احنا نتيجتنا واحنا تصرفنا واحنا رده فعلنا كانت هيك، فاحنا تصرفنا باسلوب غلط. امتى لحظات عدى مع حالنا وفكرنا قديش ربنا بيعمل معنا خير، قديش ربنا بيحمينا بدون ما نعرف، وقديش احنا غلطنا بحق ربنا وبحق الاخرين. فنعمل الخير ومرات يدوب نقول له شكرا يدوب. بس هون كمان لما ربنا بيبطينا ببلوة كمان لازم نقبل الشر، لأن هذا جاي الشر من الحاسد وبسماح من ربنا. ليه؟ علشان نقدر إحنا زي ما قلت لكم نرتفع كمان درجة روحية. ورح نشوف مع أيوب شو غلط أيوب اللي كان. أيوب بكل البر اللي كان موجود فيه كان بالنسبة للناس يعني شو اللي عمله؟ لأنه ربنا يعمل فيه كل الحكي هذا. وما خلصش هون أيوب، ما خلصتش معاناة أيوب هون. أنا بالنسبة لي التجربة الثالثة كانت اللي هي كيف صارت مكانته بين الناس. زلمة رموه برا،
تخيلوا قديش كان مع الناس هاي كلها كويس ومنيح، رموا برا بدون شيء، بطلوا يقدروا يشموا ريحته. خلينا نفوت بحياتنا اليومية وبالتعمق أكثر. شخص كان بتتمنى تقول له مرحبا، تتمنى تفوت يفوت عندك على البيت، تتمنى تكون تعرفه. احنا مثلا لما بموت حد من المسؤولين او بصير مسؤول تلاقي كل الفيسبوك نزل كل واحد متصور معه، يعني بعرفه. يعني هذا الشخص لما تصير معه مصيبه او بلوه شو بصير فيه؟ الناس كلها تتركه. وهذا اللي صار مع ايوب، العالم كلها تركته، الناس كلها تركته، مش بس تركته، صارت تحكي عنه، صارت تقول لك ابصر، يعني صارت النقاشات تصير ابصر شو عامل بحياته. بقول لك شو عامل بحياته؟ طول عمره زلمه بيعطي. قال له لا، تعرف شو بينك بينه وبين ربه؟ شو عمل اشياء احنا ما بنعرفهاش بالخفا. تخيلوا اول شيء صارت الناس تقول لك اكيد عامل اشياء بالخفيه علشان هيك ربنا ضربه الضربه هاي. بعدين بطلت الناس حتى تاخذ لهم اكل وتودي لهم برا لانه ريحته كانت كثير صعبه، فكان تركوه. كل الناس اللي كانوا يتمنوا انه هو يمرق عندهم، الاولاد الصغار الغلمان الكل اللي كان بس يوقف لما ايوب، بطلوا حتى يطلعوا فيه ولا يقولوا له مرحبا ولا يردوا عليه. هون ايوب فتح طمه وبلش يحكي، وهون بتبين القضيه اللي ربنا كان بده ايوب يعرفها ويفهمها ويعرف ليه ربنا سمح بالتجربه هاي لايوب. هون ايوب ببلش بيجي له ثلاث اربع اصحاب، اصحابه الاربعه. ثلاثه منهم بيكونوا كبار بالسن وواحد بيكون صغير. ببلشوا الثلاثه هدول يحكوا مع ايوب، بصيروا يقولوا له انت اكيد عامل شيء غلط، انت اكيد عملت هيك، ربنا مش رح يضربك لانه بس الضربه تبعتك هاي. وبصيروا شوي يجدفوا عليه وشوي يقولوا ربنا انت عملت له الاشياء هاي كلها وبرضه هو عمل فيك هيك. فمره بيحكوا على ربنا ومره بيحكوا على ايوب، مره بضربوا بربنا ومره بضربوا بايوب اصحاب الثلاث. يعني مش يعزوا، مش انه ربنا معلش سمح لك بالتجربه هاي، مش انه الحكي، لا ببلشوا فيه ينزلوا فيه، انت شو اللي عملته وشو اللي ما عملتوش وليش عملت هيك، واكيد انت عامل اشياء ربنا. فهون ايوب ببلش يطلع ونشوف المشكله تبعت ايوب اللي عملها او كانت موجوده وربنا حب انه هو يورجيها لايوب، علشان بحب ايوب وبده يكون ايوب زي ما شهد له بار ومستقيم. فايوب ببلش يقول وبلش يحكي عن الاعمال اللي عملها وشو كان يعمل للناس وشو كان يسوي لكل العالم كلها. فبلش يقول لهم قديش يعني اللي صار معه، انه حتى اخوته وحتى اصحابه وحتى الناس تبعونه كلهم بعدوا عنه وتركوه، ما حدش ضل معه، ما حدش بعث له اي شيء، ما حدش اجى حتى يوقف معه غير الاصحاب الثلاث اللي اجوا كمان هم يروحوا هم نازلين فيه يا ويلي عليه سلخ ليه وليه وليه ومش عارف الحكي هذا كله. اللي بيصير انه ايوب بيصير يقول لهم انا يا ما عملت يا ما انقذت يا ما سويت، ليه بتقولوا لي شو اللي عملته انا؟ ليه بتلوموني على اللي عملته؟ انا كسيت الفقير وعملت الكذا وعملت هيك وعملت هيك وانا كنت بار. وبيقول في اصحاح 29 رقم 14 بيقول لبست البر فكساني كجبة وعمامة كان علي. تخيلوا لبس البر. هون كانت مشكلة أيوب إنه شاف حاله بار زيادة عن اللزوم بكل اللي كان يعمله، شاف حاله إنه بار، شاف إنه كل الحكي هذا بالبر تبع اللي ربنا كان بيعطيه وكان هو سبب كل العطايا اللي هو عم بيعطيها للناس، فأعطى لحاله مكانة أعلى. فقال له لبست البر فكساني كجبة وعمامة كان عدلي. تخيلوا يعني هو سوى حاله انسان هالقد عدله كبير وهالقد بره اكبر لغايه ما وصل انه اكبر من بر الله. فهون ربنا خاف على ايوب بكل اللي هو عم بيكون موجود فيه،
انه تطلع هالصوره اللي هو حاططها لنفسه تطلع اكثر، فيخسر علاقته ويخسر كل شيء كان هو بيعمله لربنا. هالعلاقه الحلوه اللي كان ربنا السجود لاسمه نفسه شهد لأيوب، خاف عليه انه هو بلحظه انه يوصل للمنطقه هاي يطلع للبر اللي كساه كامل والعدل صار جبله وعمامه، الله هو الوحي العادل. فصفى انه هو كان خايف عليه انه يوصل للمرحله العاليه هاي ويبطل يشوف ربنا، وهون تصبح الخساره الكبرى. الخساره الكبرى مش هدول، الخساره الكبرى اللي هي انه يخسر علاقته بالله. سمح للشيطان انه يجربه، سمح للشيطان انه يجربه. علشان ايش؟ علشان تعال انت كل اللي عم تعمله هذا مقدم او عطيه من ربنا. واحنا مره قلنا في واحدة من الدردشات انه كل شيء انا بقدمه لربنا انا بقدمه من هو اللي اعطاني. اذا بقدم له لكنيسته مصاري، او اذا بعمل شيء للكنيسه، او اذا بودي ورد للكنيسه، او اذا بطعم فقير، او اذا بعمل زي ما هو بيعمل، هذا كله من عطاية ربنا، من يدك أعطيناك. يعني إحنا ما عندناش ولا أي شغل، مزبوط إحنا نشتغل بالمصاري، لكن ربنا اللي بيعطينا رزق، وربنا بيبعث لنا كل شيء، وربنا بيدبر لنا حياتنا. فلما إحنا بنعطي من عطية الله، إحنا من عطيته أعطينا، مش منا. وهذا الوقع في أيوب البار، لما هو فكر حاله إنه هالقد صار عنده بر عالي، انه صار عدله وصار يحكم ويرسم ويعمل الحكي هذا كله، يعني وصل للمرحله اللي هو فوق القمه، ما ضلش بينه يمكن تساوى حاله مع عطايا ربنا، فقال له ربنا وقف هون، عشان انا بحبك، عشان انا خايف عليك، علشان انا ما بدي اخسرك، عشان ما بدي هالعلاقه اللي بيني وبينك تروح ويفوت فيها الشيطان يصير ينخر فيك زياده ويقول لك ويصير عندك كبرياء وغرور وتصير توصل للمراحل هاي العاليه كلها، انا عرضتك للتجربه هاي عشان اقول لك كل شيء انت عم تعطيه هو مني. حتى صحتك، حتى اصدقائك، حتى المصاري، حتى اولادك، هذه كلها عطايا مني انا عم بعطيك اياها. صعب كثير انه احنا نفكر انه عن جد احنا اللي عم نعطي ربنا، واحنا من فاتحين بيت ربنا، واحنا اللي بنودي للكنيسه، واحنا بنطعم الفقراء. اكيد فرحه العطاء حلو جدا، بس ما تكونش انه هي بالنهايه تطلع لنا موقف او موقع انه احنا نخسر فيه علاقتنا بربنا، نخسر فرحنا. وهذا اهم شيء كان بعلاقه ايوب مع ربنا، انه ربنا ايوب كان هالقد مظبوط مع ربنا، لكن مش كانش لازم يوصل في المرحله اللي هو بيقول فيها، يعني بيوصل للمرحله اللي يقول فيها عن حاله انه البر كساه، يعني تعرفين يعني غطان من راسه لرجليه البر، يعني صار الانسان بار جدا. وهذا الحكي هو ما كانش شايفه ولا حدا من اللي حواليه شايفينه، لكن ربنا اللي بيعرف داخلنا وما حدا بيعرف داخلنا غيره، أراد إنه أيوب يمر بالتجربة هاي عشان ربنا ما يخسره ويحافظ على علاقته معه. يعني أنا لما بمر بتجربة بصحتي، بمر بتجربة بمالي، بمر بتجربة بكل شيء، ربنا بيكون شايف إني أنا واصلة لمرحلة فيها خطر على حياتي معه، لمرحلة إني أنا كثير بعيدة عنه وأنا محتاج إني أنا أكون معه ولازم أكون معه. فبيخاف على العلاقة هاي، بيجي بتكني هالتكة الصغيرة يقول لي دير بالك انتبه، ما تخاف، خدت منك شغلة بعطيك أضعافها، ما في مشكلة، بس دير بالك، اوعى تخسر علشان تخسرني عشان شيء تافه زي هيك، اوعى تخسرني عشان شيء أرضي زي هيك. بيجي وبنمر لنا على الباب أو بضربنا ضربة في مكان بقول لك دير بالك. وإحنا هذا الحكي بنشوفه، أنا شخصيا بشوفه هون لما بصير مع أي حد أي مشكلة، اي مرض ببلش يلف على كل الكنائس وكل القديسين ويطلب ربنا. حلو حلو، بس المهم
انه انت تكمل هاي المسيره مع ربنا، الفرح اللي انت بتحصل عليه لما بتصير مضروب الضربه هاي لازم تكمله، لانه انت وقتها وجدت ربنا انه هو مد ايده وانه هو من عنده كل شيء انت موجود فيه. كمل اشكره، احمده، بحمدك يا رب على كل شيء، سبحه علشان ما تخسر علاقتك معه. ما يا ناس كثير ومنهم قديسين كثير تعرضوا لضربات ولا شيء، ومن خلال هالشغله هاي وصلوا لمعرفه ربنا، ومنهم القديس فرانسيس الاسيزي، ومنهم القديس اغناطيوس ديولا اللي اكل ضربه بالحرب وكان قاعد في غرفه فيش فيها غير كتاب بيحكي عن يسوع، صار من اعظم القديسين. يعني هاي الضربات ما نزعل منها ونحملها بفرح. ليه؟ لانه بالنهايه في من وراها فائده روحيه النا. لما انا بخسر ابني عمره شاب، يمكن ربنا بده يحافظ على هالولد، يحافظ على نفسه، عشان لو كبر ممكن انه يوصل لمراحل يخسر نفسه ويخسر ابديته ويخسر كل اللي حتى يخسر الناس اللي حواليه ابديتهم. ممكن بالنسبة لنا معلش خليه، بس بالنسبة لربنا لا، هو بالنسبة لربنا كثير غالي لدرجة انه اخذه عشان يضل بالمرحلة الكويسة اللي هو فيه ويكون في النور ويكون في الابدية، بس بالنسبة احنا بدنا نخليه جنبنا علشان يضل هالشخص معانا وحياتنا حتى لو وصل للمرحلة انه هو يخسر نفسه. هذه انانية فينا وهذه التعلق والتمسك بالاشياء وبالاغراض. مرات ربنا بيخلينا نوصل لمرحلة فقر معين أو بيخلينا ندخل في ضيقة معينة علشان نعرف إنه الله دائما موجود بيني وبين الضيقة، مش الضيقة الموجودة بيني وبين الله. لا، ربنا موجود. وأحيانا أنا بحكيها عن تجربة شخصية، أحيانا يمر علينا يوم 24 ساعة أصعب ما يكون، ونقول إنه خلص هون انتهت الدنيا، هون مش عارف كيف بدي أعمل، هون في مش عارف كيف بدي أسوي، وتاني يوم بتلاقي الإشي لحاله انحل. ليه؟ لاني انا قلت له انا مش قادر افكر، مش قادر اعمل اي شيء، انا بحطه بين ايدك لانه انت موجود بيني وبين هالضيقه، بيني وبين هالمرض، بيني وبين هالشغله هاي كلها. صدقوني احنا لما بنحس بمرض الاخرين، لما بنحس بواحد عيان، لما بنحس بواحد موجوع ومتالم، نعرف شو اللي عم بيصير فيه، نعرف هو شو عم بحس. نشكر ربنا ونحمده على كل شيء احنا موجودين فيه. لو كنا بنشوف بنص عين بنقول شكرا يا رب في غيري مش عم بشوف. لو بنمشي شوي تكه تكه مش قادرين نركض، من قادرين ننزل ونطلع نقول شكرا يا رب، لاني انا قادر امشي غيري قاعد بيتخت بقدرش يتحرك. لو لقينا بس خبز المساء وزيتوني او هاي ونقول شكرا يا رب انا قادر اكل. في ناس مش عندها اكل. لو كان عندي جاكيت واحد مدفيني ولا شكرا يا رب. ما في ناس برد قرصهم قرص. عمرنا ما بنعرف وجع الاخر الا اذا جربناه. كيف بدي اعرف اذا شو يعني البرد وانا مدفيه وعندي السنترال هيتنج ولابسه وكل شيء تمام؟ كيف بدي احس بلسعه البرد؟ كيف بدي اعرف شو يعني الجوع وانا بروح على البيت وبقول لها هي طبخه هيك مش طبخه هيك في شيء هيك في شيء هيك؟ وفي ناس تتمنى خبزه بطلوها من الزباله. كيف بدي اقول له شكرا على حتى على مرض؟ وفي غيري ناس عمالهم بيتعفنوا وبيموتوا بمرضهم وما حدا داري عنهم وما حدا سائل عنهم. هون انا بحمل صليبي بفرح، لاني انا قادره احس شو معنى اني انا اكون بنعمه وغيري ما فيش هو في النعمه. هذه هون احنا بنقدر نقول بفرح شكرا يا رب حتى على المشكلة اللي أنا فيها. شكرا يا رب لأنه أنا بلحظة بحس لما بجيني تلفون أنا مش لاقي آكل اليوم، بجيني تلفون تعالي خذي شغلة عملة، أو بجيني حد على البيت بيعطيني شيء، بحس إنه أنت اللي عم تعطي، أنت اللي جاي، أنت مش ناسيني. هذا هو الفرح، هذا هو أحمل صليبي بفرح، إني أنا بالنهاية أعرف إنه ولا يمكن مهما صار ومهما الشيطان سكر علي المواضيع وضيق علي كل شيء، بالنهاية أنا عارفة إن النور رح يفوت لي من أي خزق موجود في الشباك أو من أي منطقة. لأن النور ولا يمكن الظلمة تدركه. في
في ايام لازم يكون فيها زي ايوب صابرين، كثير صعبه كثير، انا بقول لكم من تجربه كثير صعبه، لكن بالنهايه ثاني يوم ثاني يوم او ثالث يوم بتلاقي ربنا جاي لك حامل هالحل او حامل هالفرج او حامل هالشغله، بقول لك خذ. هذا معناه اني احمل صليبي بفرح، اني اعرف انه ربنا بيعمل فيه الحكي هذا عشان انا غالي عليه، وعلشان انا بحبني ربنا وبده اياني دائما اكون بعلاقه حلوه معه وما اخسره، وعلشان يعلمني اكثر واكثر كيف انا اكون مع الاخرين كمان برحمه. يعني احنا بنشوف بالامثال حكايه يسوع لما قال له تعال امحي اللي عليك حزن عليه، وقال له اللي بدك تدفع قال له معيش حزن عليه للخادم للعبد، والعبد هذا طلع للعبد الثاني اللي بده منه عشر من المال اللي عليه، وقال له بدك تعطيني، قال له يا سيد وما انا سامحتك في كل شيء، ليه انت ما قدرتش تسامحه؟ هون انا لما بحس بوجع الاخر انا بقدر اكون زي يسوع، اكون في لحظه يعني انا هالشخص ما عندهوش يدفع شيء الليله، ابعث له شيء يدفيه، معهوش ياكل اليوم اعطيه شويه مصاري يروح يعبي البيت عشان يكون في شويه اكل، معهوش الدواء. يا جماعه في ناس الفتره هاي معهم مش يشتروا الدواء الشهري صدقوني، وناس كانوا فوق، في ناس ما عندهمش ياكلوا، بيتهم فاضي من الاكل. وشو الحلو انه لما انت بتلاقي انه حتى الناس هاي ربنا مش نسيك، عم بمرق لك من هون ومن هون، وبجيك الدواء على البيت وبجيك الاكل على البيت، شوفوا فرحه الناس هاي. هون انا بحس بالفرح، بقول شكرا يا رب بحمدك على كل شيء، وبلش اصلي واسبح. لانه مهما طالت الليل نهار مصيره يرجع ويطلع. ومهما كانت الصعوبه لهالدرجه الدنيا ربنا ما بيتركنا، ما بيتركنا ابدا، بالنهايه بيجي وبيجيب هالحل معه، بيجيب هالصداقه الحلوه اللي بيني وبينه، بيجي بتعشى معي في بيتي، حتى لو ما عنديش اكل هو بيجيبه معه. هون انا بقدر احمل صليبي بفرح، لما بفهم انه ربنا عم بيعمل معي كل الحكي هذا علشان يحافظ علي ويحافظ على نفسي، وعلشان ما يخسرنيش ما اخسرش علاقتي معه ويكملها ويرفعها درجه بدرجه. ايوب الثلاث اصدقاء تبعونه كانوا ضلوا يحكوا معه، والرابع اللي هو الصغير ده ساكت. شوفوا شو قال لايوب اصحاح 21 32 من 1 ل 2. فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه، فحمى غضب الياهو البوزي من عشيرة رام على أيوب لأنه حسن أنه حسب نفسه أبر من الله. هاي كانت مشكلة أيوب، هاي كانت مشكلة أيوب. فلما بالنهاية لما ربنا بيجي بكلم أيوب، وهذا الإصحاحات كثير صعبة لأنه ربنا بيسأل أيوب أسئلة ما حدا بيقدر يجاوبها. وين كنت لما الأرض تكونت؟ وين كنت لما الشمس طلعت والضوء والنور صار؟ وين كنت لما صار كذا وكذا؟ عندنا إصحاحين ثلاث تقريبا وربنا بيسأل أيوب هاي الأسئلة كلها، علشان مهما علم الإنسان مقداره سؤال واحد بقدرش يجاوبه. وين كنت لما الأرض خلقت أو كونت؟ وين كنت لما انا خلقت الشمس والنور طلع؟ تخيلوا كل عظمه ايوب وكل بره وكل احساناته وكل استقامته ما قدرش يجاوب سؤال من الاسئله اللي ربنا ساله اياها في اخر الاصحاحات، ما قدرش، لانه ولا واحد بيقدر يجاوب، لانه كل شيء عندنا هو من الله وهو بيرجع لله. فاللي صار انه ربنا غضب على الاصحاب الثلاثه تبعون ايوب الاوائل اللي كانوا دائما يقولوا له انه انت مش بار وانت بتفكر حالك احسن من غيرك وانت مش عارف ايش، وجدفوا على ربنا. وشو قال ربنا لايوب؟ قال له قوم اشدد حقويك، خليك زي رجل،
خليك قوي في الشدة، خليك رجل في الحرب، قوم. ربنا بيشفي أيوب من كل مرض وقروحه، بيرجعه جسمه سليم، بيرجع له أضعاف البقر والأثان والغلمان، بيرجع له أضعاف الغنم والمحاصيل والغلمان، وبرجع له أضعاف الجمال والغلمان. لكن أولاده ما بيرجع له إياهم ولا بيعطيهم أضعافهم، بيرجع 10 7 أولاد وثلاث بنات. ليه؟ لأنه ما بيعطي ضعف، لأنه هم موجودين بالحياة الأبدية، فصفى عنده أولاد بالحياة الأبدية، وصفى عنده أولاد على الأرض، 7 و3 في السماء و7 و3 على الأرض. هون أعطى أضعاف لأنه بنعطي، هون أعطى نفسه لأنه 7 و3 اللي فوق أحياء عند الله، و7 و3 هدول عنده هون. رجع حياته 140 سنة بعد هالتجربة هاي، وقال له قوم، تخيلوا، قدم ذبيحة عن أصحابك هدول الثلاثة علشان أغفر لهم خطاياهم. أيوب بيورجينا قديش سفره صعب، بس صدقوني لا مش صعب. أيوب بيورجينا عظمة الحب مع الله، عظمة قديش العلاقة حلوة مع ربنا. ربنا بيقدر بيشد حاله فينا، يعني لما صارت التجربة مع القديسة مريم يسوع المصلوب، جربها الشيطان 40 يوم، طلع الشيطان وقال له زي ما قال ربنا، زي ما قال عن أيوب، قال له أعطيني أجربها لهالعربية الصغيرة وانت بتشوف كيف بتعمل. قال له خذ 40 يوم وجربها. الشيطان جرب القديسة مريم يسوع المصلوب 40 يوم ودخل فيها، وخلال 40 يوم عاشت ظلام، عاشت أشياء ما حدا بيقدر، لكن طول الوقت وهي عايشته بفرح، كانت تشكر ربنا وتحمده وتسبحه على كل إشي هو عم يعمل لها إياه وعم يصير معها. تخيلوا 40 يوم الشيطان جواك وعماله بيعمل عمايله فيك، وبنفس الوقت هي قاعدة تحمد وتسبح وتشكر ربنا. شو قال الشيطان لربنا آخر شيء؟ قال له أنا ما بدي أكمل 40 يوم، خلص. طلب 40 يوم الشيطان، قال له ما بدي أكمل 40 يوم، خلص بكفي، أنا استكفيت. قال له لا، بدك تضل 40 يوم عشان تعرف إنه العربية الصغيرة هي اللي هزمتك. أيوب لما وصل الرماد وصل التراب وحط على راسه تراب ورماد ولمس هالتراب والرماد، عرف شو معنى التواضع وشو معنى البساطة، عرف شو يعني أكون أنا متواضع أمام الله، عرف قيمة علاقته مع ربنا. لأنه يعني أنا شو كل اللي أنا بعمله إذا ما كانش العلاقة بيني وبين ربنا هالقد؟ أنا بسبح ربنا، بقوله شكرا، بحمده، بعمل كل الحكي هذا، لكن أنا بار في عيني نفسي، وهي المشكلة. هاي مشكلة أيوب كانت، إنه هو كان بار في عيون نفسه. أجى ربنا قال له لا يا أيوب، أنا من كتر ما بحبك ومن كتر ما بشهد قدام الملائكة وقدام الشياطين إنه أنت إنسان بار ومستقيم، هون لازم تعرف إني أنا ما بدي أخسرك، عشان هيك أنا مرقتك بالتجربة هاي عشان أضل أحافظ عليك وتعرف وين غلطك، وتعرف وين أنت ممكن تسقط، وممكن الشيطان يستغل السقطة هاي ويضيع عليك كل شيء أنت عملته. لأني أنا بحبك بدي أحافظ على العلاقة معك. وهيك كان أيوب مضى كل تجربته، 4 تجارب. أنا بالنسبة لي كانت 4 ضربات، الضربة الأولى اللي هي هدول، الضربة الثانية كانت اللي هي القروح، الضربة الثالثة اللي كانت مرته، لأنه أجت نقت عليها شبع، وأنت وربنا، ويا مرة سكتي، يا مرة خلص هدي، يا مرة سكتي، الشر بنقبله، الخير بنقبله من ربنا والشر ما نقبلوش. بتعرفوا الواحدة لما تبلش تزني تزني تزني، فقال لها سكتي يا جاهلة، تعمليش زي الجاهلات، الخير بنقبل من ربنا والشر ما نقبلش. بعدين اجوا اصحابه هدول اللي بلشوا ضرب فيه، والناس اللي كانوا حواليه كيف تركوا. يا الله شو صعب تكون انت هالقد مع الناس وبلحظه تحس كل الناس تركوك لسبب انت مش غلطان فيه. بدي تفتح بيتك والناس تطردك، عشان نعرف بالنهايه انه ما في حد ولا في علاقه ولا في اشي بضل غير علاقتنا مع ربنا وتعلقنا فيه و
وخلينا نقول الحب بين ربنا وبيننا. عشان هيك خلوا هالفرح، ثالوث الفرح هذا خليه معكم دائما. احمدوا ربنا واشكروه وسبحوه على كل شيء، لانه اي شيء ربنا بده يعمله معكم بده يعمله عشان خلاص نفوسكم، علشان هالعلاقه الحلوه اللي بينك وبينه واللي الشيطان بحاول دائما انه يخربها عشان يرجعك للحب الاول اللي كان بينك وبينه، عشان يرجعك على صورته ومثاله. عشان لو خسرت كل الحكي هاي عريان ولدت وعريان رح ترجع. الشيء الوحيد اللي بتكسبه انك تكون معه فوق، وهذا هو اللي ربنا بده اياه، الفرح، الشكر، التسبيح والحمد. لا اله ما في مثله في العالم كله، لا اله ما بيخلينا. اذا بدير باله على العصافير بدوش يدير باله علينا. عشان هيك يا جماعه خلينا بعد ما فهمنا اليوم عن جد نحمل صليبنا بفرح. ليه؟ لانه مش احنا اللي حاملينه، هو اللي بيحمله. مثل اليوم حملت انا، هو بيعوضني 10 ايام برجع لي كمان مرة أحمل يوم، بعدين 20 يوم، بعدين كمان يوم. بس إحنا بنضل نقول فيش ولا يوم فرح، لأنه إحنا مش عارفين نفرح بصليبنا. إن شاء الله ربنا بوفقنا دائما وبيكون معنا وبيخلي هالعلاقة اللي هو خلقنا عليها علشان تكون بيننا وبينه علاقة الحب، علاقة الفرح، علاقة الحياة اللي بيننا وبين ربنا، عشان نقدر نستمر، عشان نوصل له بفرح، نبدا نعيش الملكوت من هون. صدقوني اللي بيرضى بصليب وبفرح ببلش يعيش الملكوت من هون لغايه ما يوصل عند ربنا، وبكون عارف هو الرايح. انا مش خايف لان انا عارفه وين رايحه. ان شاء الله كلنا نكون هيك، نستمتع اكثر واكثر بعلاقتنا مع ربنا، نكون اكثر واكثر. يعني اللي بتقاتل على شقفه ارض، ولا اللي بتقاتل على ممر بين جيران، ولا اللي بتقاتل على 10 سم، لا، علاقتك مع ربنا احسن كثير من كل هالاشياء اللي انت رايح تركها واللي وراك راح يبيعها. نهاركم سعيد، وان شاء الله يا رب يكون مليان بالبركه والحب والخير. وديروا بالكم على هالعلاقه، عشان صليب الفرح هو اجمل صليب بحياتك.